تعيش جمهورية فيتنام الاشتراكية. والاستعمار الفرنسي انتهت هيبته. فعلا كل مكان حلو. والله حاس حالي نازل على المسلخ مثبت راسي بأباطه. هيك بتحسها لشهر العسل. نبدأ بالتاريخ من زمان. هذا المكان اللي كنا نازلين فيه ليلة مبارح. البلد اللي أنا فيها اليوم نكلت فيها أمريكا، اليابان وفرنسا، ومع هيك قاوموا لآخر قطرة دم عشان ياخذوا استقلالهم اللي بيعيشوه اليوم. وعشان هيك أنا موجود اليوم في فيتنام، بدنا نلف فيها عشان نتعرف على قصة كفاحهم، نتعرف على الطبيعة الموجودة هون، وتستمتعوا معي بهذا الفيديو اللي أنا متحمس إني أصوره. انتوا مو شايفين غلط. احنا ماشيين على الرصيف. Very good. هذا مفكر الماتور بسكليت عم بمشي على تبعون المشاة. وصلت على فيتنام من ساعتين تقريبا وبلشت رحلتي. طالعين هلا على المكان، اشهر مكان في هانوي، اللي بمر قطار ما بين بيوت. انا بحبش هاي الاماكن بس ابو شقرة اقنعني. والله حلوة، لا تجربة حلوة. يقال ان السكان هنا كاد من شدة الاكتظاظ ضلوا يكربوا يستغلوا كداش اكثر من الارض الموجودة هون، فوصلوا سكك القطار. اسجل قناة باسمك. هاي شوفوا يا جماعة الازمة بالطريق. ومعنا هذا الزلمة صاحبنا، ضحك علينا، اخذ منا اكثر من المفروض، بس والله انك زلمة محترم، تستاهل. والله تستاهل. تستاهل بعرق جبينك. هلو. هلو. سيدو كريت. ما شكلنا جيز العادي. ايش فيه؟ هون صح؟ وصلنا؟ هون اياه. بما انه هذا الفيديو حيكون اغلبه في الطبيعة، خليني احكي لكم عن لعبة عم بلعبها اخر فترة مسلية جدا، اسمها سيد الوحوش عالم جديد. هاي اللعبة خرافية خصوصا في اوقات الانتظار، وانا بستنى طيارة، قطار، قاعد في باص. شوفوا هاي مملكتي اللي بنيتها لهلأ في اللعبة. خليني اعمل بس هالهجوم. هاي اللعبة يا جماعة بتحاكي حياة الحيوانات في الغابة. بدك تضلك تستكشف مناطق اكتر جوا الغابة عشان توسع اراضيك، وكمان الموارد الموجودة فيها بدك تضلك تجمعها وتستخدمها بشكل عقلاني عشان تقوي من مهاراتك وتتمكن من النجاة لما يهجموا عليك اللاعبين الآخرين. وفي سيد الوحوش حتلاقي أكثر من 500 حيوان مرسومين بشكل واقعي تماماً، فإذا بتحب الحيوانات رح تستمتع وانت بتلعب باللعبة. زيي تقدر باللعبة انك تنضم لتحالفات عشان تصير أقوى، وعشان كمان تتعرف على ناس من حول العالم. أخيراً هلا بدي أفتح منطقة جديدة من الغابة عندي. طبعاً جميع الحيوانات في الغابة لها مهارات مختلفة، في منها رح يساعدك تجمع الموارد، وفي منها رح يساعدك انك تنتجها، ولكن اقوى حيوانات في الغابة هي حيوانات الالفا. هاي الحيوانات بتقدر انك تضلك تطور من مهاراتها القتالية. شوفوا حيوانات الالفا اللي انا صرت مجمعهم، هايهم هون مجمعين كلهم. طبعا اول ما نزلت اللعبة ما كنت كتير فاهم كيف بتنلعب، ولكن من اول ما نزلتها اعطوني الاسد مجانا. هذا الحيوان ممتاز للمبتدئين، قوته القتالية ومهاراته في القيادة هي تقريبا الاقوى في اللعبة. حتى جرافيكس اللعبة رهيبة، شوفوا بس اعمل زوم. وبالنهاية اذا قررتوا تنزلوا اللعبة لا تنسوا تستخدموا كود BL37، الكود تبعي، عشان يعطوكم موارد مجانية زيادة. اكبسوا على الرابط الموجود في الوصف عشان تنزلوا اللعبة هلأ. هلأ خلينا نرجع على جولتنا في فيتنام. يا جماعة وقفت احلى عشان ابو شقرة بده لقطة للستوري. والله حاس حالي نازل على المسلخ مثبت راسي بأباطه. هاي سكة القطار اللي بيجي عليها القطار وبمر بين البيوت، بين المطاعم، تقدر تيجي تقعد في كافيه وتستمتع بالمنظر. شوفوا وراي علامة الاشتراكية لسه موجودة في البلد، طبعا لأنه فيتنام هي الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية. شكرا. هانوي هلأ هي العاصمة، ولكن في الأزمان السابقة كانت تتبدل ما بين هانوي، ما بين هيو، وما بين سايغون اللي هي اليوم اسمها هوتشي مين. شوفوا كيف تقطع الشارع في فيتنام، ترفع ايدك وبتمشي بس. ولكن للأسف اليوم مش حنقضي كتير وقت بهانوي، لأنه بكرة حنبدأ نطلع باتجاه الشمال وباتجاه الأماكن الطبيعية الحلوة. هلو، ثانك يو.
شو هذول؟ لبن عيران في؟ لبن عيران ليمون تي. ليمون تي؟ اوكي ليمون تي. شكله هذا اقرب شيء على عيران. يلا اوكي ليمون تي ثانك يو. اجينا نفطر اخيرا هلا وقت الفطور. اي اي سخن. طلبت نودلز مع دجاج. شوفوا خلينا نخلطه. وفي شوربة لحم البقر بس كتير سخن فراح استنى شوي. بس عن جد اكلهم صحي وزاكي. هذا ارهب اشي. يا سلام. This is like what? Like my mother. Your mother wear this? Yes. لابس زي امه ابو حميد. لابس زي امك. طبعا لابس زي مين؟ لابس زي امه ابو حميد. الا الشرف. يوم جديد. وصلنا على مدينة اسمها نينبن ورايحين على مكان اسمه تامكوك. هذا المكان فيه مجموعة من الجبال المتناثرة حوالين بحيرة. هلا بتشوفوها طبيعة بتجنن. وفي ورانا علم. أبو شقرة شو هالعلم؟ شو دينته مثلاً؟ هون في ثلاث ديانات أنا سألت. بوذية أكثر شيء، بعدين مسيحية كاثوليك وبروتستانت. والله صاير تدرس. البوذية هون الديانة السائدة في فيتنام. أبو شقرة هو حيكون رفيق الرحلة في هاي الرحلة. فأي وقت بتشوفوه اختفى بيكون رايح يتسلق جبل يصور لقطة درون هيك. كنت معاه في سويسرا، إجا يعمل معي سكاي دايف، واليوم مع بعض في فيتنام. الحكونا الحكونا. If you want to buy the ticket, you can go buy our card. The yellow card will take you to the ticket. Yes. Thank you. The ticket from here? Okay. Are you military? No. No. حبيبنا الله يسعدك. شو اخبارك؟ يعني تمام اوكي. مش تطلع شو اسمه اللي بالي بالك؟ لا وين رايح؟ Where are you from? I'm from China. وابو ويش فوا جونغون. You play. You can speak later. No, I cannot. بدك تروح على تامكوك؟ تامكوك؟ اسم المكان اللي رايحين عليه. يلا تامكوك. انت بترجعنا؟ Yeah. Two people in one boat. Yeah. Private. اوعك تجيب معنا حدا. ويل سبيد فول سبيد. طلع معي. تدفع تقريبا 10 دولار وباخذوك في هذا القارب. اطلع اطلع. باي باي. السلام عليكم. يا جماعة الطبيعة في فيتنام لسه ما لفيناش كتير بس مميزة. كيف ظبطة معي؟ أنا بإيدي ومش عارف. يا جماعة هون أحد الشغلات المميزة غير الطبيعة إنهم بيجدفوا برجليهم. يا جماعة هذا النهر عاملين بزنس من كل إشي فيه. في نسوان عم بلفوا على القوارب برجليهم بجدفوا وبإيديهم حاملين كاميرات بصوروك وبعطوك صورة فورية بدولارين. في ثلاثة اللي هلأ مرينا عنهم هيك. والله مناظر بترد الروح بس لو الشمس أخف شوي حيصيبني حروق من الدرجة 17. ليش تضحك؟ لأنك حاط واقي شمس؟ حكيت لك حط ما ردتش علي. وإحنا في وسط الجبال الجميلة. خليني أحكي لكم قصة أهل فيتنام بعيداً عن التاريخ الحديث. نبدأ بالتاريخ من زمان. بقول لك أهل فيتنام هم أحفاد تنانين. بالأصل كان في تنين اسمه لانغ لو. إيش كان اسمه؟ لك لونغ كوان. اتجوز حورية اسمها أوقو. التنين كان أصله من الجبال ولكن الحورية كان أصلها من البحر. صار بينهم قصة حب رومانسية. اتزوجوا وخلفوا 100 ولد. هدول الأولاد والبنات أهل فيتنام يعتبروا أحفادهم. هيك هم بيأمنوا هون. يعني مين ما تسأل، إذا بتسأل الحجة بتقول لك فعلاً هاي قصة صحيحة 100%. فعشان هيك بتلاقي عندهم الطبيعة دائماً سكيلها حجمها كبير تحسسك فيه تنانين. فعشان هيك أهل فيتنام بيسموا حالهم
احفاد التنانين. اكتشفنا الجسر اللي بتصوروا عليه حجات فيتنام. وحتى كلمة فيتنام نفسها جاي من كلمتين، فيت يعني احفاد التنين الطائر الى الشمس، وكلمة نام معناها جنوب، فهم ابناء التنين الطائر الى الشمس في الجنوب، والقصد من كلمة جنوب اللي هي جنوب شرق آسيا. فقصة التنين مربوطة ربط وثيق ما بينهم وبين تاريخهم. بالله كنت تعرف المعلومة؟ صراحة لا، هسا عرفتها يعني، وكثير معلومة قيمة. أنا عن جد قيمة. عن جد؟ مش مجاملة فيك بس قيمة. بطير عسكور، ليش عسكور؟ أنا متوقع هاي المنطقة تقريبا أكثر منطقة سياحية بكل فيتنام قد ما فيها ناس. كثير كثير في ناس، بس للأمانة الطبيعة عن جد حلوة. والمنطقة هاي تسمى هالونغ باي تبعت اليابسة. هالونغ باي هي منطقة كتير بتشبه المنطقة اللي كنا فيها، ولكنها موجودة جوا البحر. على الأغلب ما حنروح هالونغ باي بالرحلة تبعتنا، لأنه هيك بتحسها لشهر العسل. وأنا جاي مع أبو شقراء. نيالك ولك نيالك نيالك إني جاي معك. يعطيك العافية حجة. باي باي. Thank you. والله بريء يا حبيبي يا حبيبي. لا لا صوري حالك حالك. شنو؟ لا ليش عملتيها بالطول؟ How are you؟ ايش في؟ ايش اللي مش عاجبك؟ اي خربتها. صباح الخير من مدينة ننبن. اليوم هذا المكان اللي نزلنا فيه، كنا نايمين في كوخ في الطبيعة بين الجبال. شايفين؟ في هذا الممر بدك تمشي فيه تقريبا 10 دقائق عشان توصل ريسبشن الفندق. هاي هي الغرفة من جوا، مش فيها شيء، تخت. آخر فترة قررت أصغر الشنات اللي معي، فشوفوا هلأ معي بس هاي الشنطة تقريبا كاريون تزبط بالطيارة، وهاي الشنطة اللي بحط فيها شوية كاميرات، الشغلات اللي بحتاجها للتصوير يعني بشكل عام، وهاي الشنطة بتنجر. وداعا يا كوخنا العزيز، استمتعنا برفقتك. تكلفة الكوخ علينا كانت تقريبا 25 دولار بالليلة، كمان المي سخنة. Is it true that Vietnamese people are the descendants of the dragon? Yes? لا. ما فهمش علي السؤال، يعطيكم العافية. التجارب اللي كل حدا بيعيشها لما يجي يسافر بجنوب شرق آسيا، انك تاخد باص السليبر في فيتنام يعني. شوفوا طابقين مع شباك كمان، هدول باخدوا البوت داخل عدار اللي خلفوك بتكون. ثانك يو. تدخل على الباص. اوف مزبطينك. وفي تلفزيون كمان والعاب واشياء. قديش كان لك؟ 20 دولار. ولازم يكون عندك شويه مهارات بالتسلق قبل ما تفوت على الغرفه. صباح الخير. فهذا راح يكون سريري للتسع ساعات اللي جاي. والله مش عم بمزح ابو شقره. شو بتعمل؟ بشغل مساج. لا تمزح. اقسم بالله. والله العظيم عماله بعمل لي مساج الكرسي. والله راح اروح ابوس الشوفير. يا جماعه الكرسي بالباص طلع بيعمل مساج. فرجيني شو قاعد بعمل. والله شغال مساج. ولك عن جد في اي بي. حاطين لنا حفايات نلبسها بس ننزل، بس الحفايات طبعا كثير صغار لانه رجلين الفيتناميين كثير صغار. كل شيء هون قصير وصغير. ليه؟ اكيد الشعب مش عارف. هم احجامهم صغيره.
يعني بتحس بالامان لدرجه بتحس بالامان وانت ماشي كده. والله الواحد بحسش بالوقت هون، مناظر حلوه في كل شيء. وهيك انتهت رحلتنا في الباص العجيب. بعد 8 ساعات وصلنا مدينه سابا. يا هذا الزلمه اجى ضربني في نص الطريق، ضربني في نص الطريق لاني مطلع رجلي من الشباك. اوكي ليش تضربني بالشمسيه يا زلمه؟ واي ديد يو هيت هيم؟ واي اضحك اضحك. تعنيف السياح. هذا الباص اللي كنا طالعين فيه من برا، والشوفير بعنف السياح اجى ضربني في نص الطريق لاني مطلع رجلي من الشباك، بس مسامحك. هذا المكان اللي كنا نازلين فيه ليلة مبارح، شوفوا على شو مطل. كل أماكن زراعة الرز في سابا. شو بدكم أحلى من هيك؟ حلو في فيتنام إنه السفر فيها كتير رخيص نسبياً. إذا بدك واحد من هدول الأكواخ بيطلع كأنه بـ20، أما إذا بدك غرفة هون فوق $10. وأهم إشي وإنت مسافر في فيتنام إنك تستأجر ماتور. هاي عندي هذا ماتوري وهذا ماتور زلمتنا أبو شقرة. كيفك يا حجة؟ ماما ليلي. ماما ليلي. Today one night. Local people, me 65. Huh? 65. 65. Yeah. 65 إيش هاي عم تحسبنا على؟ جيتها هون. Me سيكستي فايف. قصدها عمرها 65. الحجة عمرها 65 شكله. لا يا حجة خلي لا تطوليش بالله عليك. والله ما شنتتي هالقد شنتتي. Very small bag I have. تعرف والله ما نمفشلها. اعطيني هاي خلص. This give me this. الحجة هاي جاي تضارب على الحجة هاي. How much is this? 100. You make it manual? Yeah, me make it manual. Yeah. Show me your hand. Yeah, this your hand. Blue. Yeah. والله Indigo, yeah. هي الحجة عملاهم بإيدها. Yeah, yeah, شوفوا yeah. إيدها Indigo. كانت لون فيهم. والله yeah. إذا أنت عملتيهن. يعني هاي $4. شوفوا صراحة لو ننزل على السوق بنشتريها بدولار، بس الحجة مغلبة حالها بتستاهل. 100. Yeah. أعطيني هاي. Yeah. باي باي. والله انا شوفكم تسوى الدنيا ولا فيها. يلا روحوا ميسره معكم. لا يا اختي ما هو هيك كثير، خلص بكفي هاي. ثانك يو فيري ماتش. تعالوا اول شيء معنا ننزل على وسط مدينه سابا عشان احكي لكم شوي عن تاريخها، وبعدين نبدا نروح على الاماكن الرهيبه فيها. باي باي يا حجات. باي باي. ولك يا ابو شقره الطريق غلط. تعال يا حبيبي شوفوا الجسر. Is this safe? 50-50. واو. وصلنا مدينة سابا. هاي المدينة كانت يعني المصيف، أحلى مكان سياحي بالنسبة للمستعمرين الفرنسيين، فهم أسسوا جزء كبير منها اللي خلاها مدينة فيها الستايل الأوروبي. وين ما تمشي بتشوف العمارة الفرنسية. فهلأ بدي أنزل على وسط المدينة. شايفين هذا المبنى؟ هاي محطة القطارات. شوفوا الأسلوب المعماري للمباني اللي حوالي. بدي أفرجيكم شغلة رح تلاقوها كتير في فيتنام، إنك وين ما تروح هتلاقي محلات زي هاي، جاكيتات وملابس براندات عالمية زي نورث فيس، باتاغونيا، كل هاي البراندات. والجواكيت هاي اغلبها اصلية لكن تنباع بسعر بسيط، 10-15 دولار. انا عندي جاكيت اشتريت واحد ب10 تقريبا. حتى البلايز شوفوا، في عنا هون نايك، في عنا نسيت شو اسم هاي الاشي، هاي هون بلوزة نورث فيس. وزي ما قلت لكم هاي كلها بضاعة شبه اصلية، لانه مصانع هاي الماركات نورث فيس والملابس الرياضية بالعادة بتتصنع هون في فيتنام. فقبل ما يبعتوا هاي البضاعة بيكون في شغلات لسه فيها أخطاء مصنعية، الكواليتي تبعها مش 100%، فبتركوها في فيتنام وبتنباع بهاي المحلات بسعر التراب. حتى بوات
كولومبيا. How much is this? 850. يعني هذا ب 30 دولار اللي هو حقه 200 دولار في المحل الأصلي ولا 300. شوفوا هذا نورث فيس. هذا مش بس كتشر، مش عارف كيف صار نورث فيس، بس احتمال بعض الشغلات تكون مش أصلية. حتى الشناتي هذا كلياته شبه أصلي. في شغلات بتكون تقليد لكن في شغلات فعلا أصلية. حتى الشناتي والبوات كلها موجودة هون. هاي نورث فيس. شوفوا هذا المحل كمان ببيع عدة نورث فيس والشغلات. شناتي ملذة وطاب. يا جماعة الطبيعة هون وحقول الأرز تقريبا من القرن الخامس عشر موجودة. احنا هلأ عم بنسوق في مكان عمره تقريبا 600 سنة. هلو لولو دانت وري. كل ما نمر من عند حدا بحكي لنا لاو تشاي من هون. احنا مو عارفين شو هي لاو تشاي، بس رح نمشي من هون عشان نكتشف. لاو تشاي من تحت. احنا فعليا يعني عم نحاول نوصل لمكان، بس احنا مش عارفين شو هو المكان اللي عم نحاول نوصل له. يا حبيبتي ثانك يو. اي والله شكلنا حنلف ونرجع معلم. ايوه بيلعبوا حجرة ورقة بالقص، الطريقة الفيتنامية تعلموا. لو شاي اكتر اجاي سير ثانك يو. طب استنى استنى ابو شقرة، عندي لك سؤال. شو هي لاو تشاي؟ مش عارف ولا انا. اتوقع هدول ناس لاو تشايين. انا حاسه هي لاو تشاي لو قهوة على راحتك يعني. ليكون لاو تشاي هلا يطلع نوع اكله كنا بنقدر ناكلها في المدينة. لاو تشاي هير لاو تشاي. ثانك يو يو ار بيوتيفول. فوصلنا لاو تشاي. ذس لاو تشاي لاو تشاي لاو تشاي نايس ثانك يو يو ار فيري بيوتيفول. ياه ثانك يو لاو تشاي ثانك يو. ما فهمتش علي، كنت بعاكس فيها. بدي اعرفكم اطفال لاو تشاي. الو هلو. طلعت قرية موجودة في وسط الجبال، بيزرعوا الرز وبيعيشوا حياتهم هون، فالناس بيجوا عشان يشوفوا حياة القرى الشعبية في ضواحي سابا. هيك الناس كانت تعيش قبل الاستعمار الفرنسي في هاي المناطق. You can put your phone inside. Very nice. Yeah. How much is this? 150. Okay. You make it here? Yeah, I buy myself here. Very nice. هون بيعملوها هاي الشغلات بإيديهم. شفتوا الحجات تبعون الصبح بيكونوا بيشتغلوا في القرى هون، باخذوا هاي الشغلات وبروحوا ببيعوها في المدينة. How do you speak very good English? I learn talking with the tourists. Only with the tourists? Yeah. Never learn in a school. He need to learn English. Can you give him a course? He's the tourist. He cannot learn English. And what do you think of my style? He's so nice. Now you know the cotton here is your hemp from marijuana plant. Marijuana? Yeah. So if I smoke this, it will be good? This one is cannot smoking. We planting marijuana to make also clothes. بزرعوا نبتة الماريجوانا بس عشان يعملوا منها الخيوط هاي تبعت الأعمال اليدوية. Here. Very nice. So this made is made by from the, this one. Marijuana hemp. Yeah. This wow. one we peel the skin from the marijuana. I made by myself. So you take this and you make it yeah. into this. Yeah. Wow, you are Very superwoman. Very long time to do. Whole year how to do like this. First we plant and then we peel this one, and then we pour very long, and then we make from here. And this, how much time to make this one, just this one? By 2 hours. So I get this that you make in 2 hours? Yeah. For 150,000? Yeah. Good price. Yeah, it's very cheap from you. Yes? You're so lucky to take them. Thank you very much. And if my style, I can find a wife like this? It's look very different. أبو شقرة نص ساعة جنني بقول لي الماتور تبعه مش شغال وفي ضوء الماتور مش عم بيطفي. بالآخر طلع مش رافع. هاي بكفي تشكي على الماتور. كويس الماتور.
هذا الطريق بالعاده بيجوز سياح مشيا على الاقدام هايكينج، بس باخذ وقت طويل، بدك يوم كامل بس عشان تيجي على هاي القريه. شوفوا من اول ما دخلنا مدينة سابا الستايل المعماري بدأ يختلف، قاعدين بنشوف ستايل معماري اوروبي فرنسي تحديدا، لانه كان في استعمار فرنسي. اجت الاخت بتقول لي اذا ما عندك جيرل فريند طب انا بلاقي لك واحدة، بدها تفرجيني صور صاحبتها. Not my type. You have different friends. You are single. You are single. Single. Very beautiful. Yeah, she is the most beautiful in my group. She's finding me girlfriend. I will be your girlfriend. And you are beautiful too. Thank you. You too. You are beautiful. طالعين هلا باتجاه أعلى قمة موجودة في شمال فيتنام وفي كل قارة إندوتشاينا. هذا المكان الصح. بعد ما طلعنا كل الطريق لقينا بوذا كبير له 17 راس وما لقينا كيبل كار اللي كان بدنا اياها. الواضح انه اللوكيشن جابنا على الجبل بس من الجهه الثانيه اللي مفروض نيجي عليها. طلعنا بالاخر في مكان غلط تماما، مش وين ما كنا بدنا نروح. فيلا صرنا واصلين، خلينا ننزل نشوف شو هذا المكان. دفعنا $5 عشان ندخل نتصور فوق. السلام عليكم. My precious. أتوقع هذا المعبد تبعهم على الجبل. شوفوا، مش عارف صراحة شو بيمثل بس كتير ناصح. صراحة المكان مو عاطل بالنسبة لمكان جيناه بالغلط. أما تجيب القصد مش عارف، احكولي في التعليقات مستاهل. أتوقع هو واحة للتصوير ولا هو معبد ولا هو فندق، مش فاهم. إيش هاي الكهوف؟ شكلها معابد. حمامات. Very nice. لقيت هدول الجماعة اللي بيشوا مشاوي، عندهم جميع أنواع الأشياء والأشكال والأنواع، عندهم ضفادع، عندهم حمام، عندهم أخطبوط، عندهم كل شيء لحمة. فبقولها vegetarian. Vegetarian. This vegetarian. Chicken wing. Chicken wing. بقولها بدي إشي vegetarian. بتقول لي تشيكن وينج. انتوا دجاج بتزرعوا زراعه هون؟ زراعه في عندكم بذور الدجاج؟ اوكي. مشروم مطلوم. يا مشروم مطلوم ضياع مطلوم. 1 2 والله هذا مشروم. اوكي مشروم. 1 اخطبوط. ذس بط 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 فيجيتيريان. ولك عندها لحم بسس. صراحه ما عندي ثقه باللحوم اللي حاطينها هون، بخوف الموضوع. بقولها بدي اشي نباتي، عم تعطيني دجاج. فالي جود. فالي جود. عندك من هذا؟ ذس مشروم. مطلوم. نو بورك. مشروم هذا عجبني المشروم بس بدون اللحم. مشروم جود. بورك نو. مشروم اونلي مشروم. اوكي. فارما. انا صرت بحكي تركي يا جماعه، مستحيل التواصل. لغه الاشاره عندهم غير لغه الاشاره عندنا، انا متاكد من هذا الاشي. عندهم ضفدع. ابو شقرة عنده مشكله مع الشعب الفيتنامي، شو مشكلتك؟ كراسي تبعتهم للحضانه مش لي. طلع جابت لك كرسي العمالقه. كراسيهم بتحسها لاطفال، الشعب الفيتنامي احجامه صغيره. يس فيري جود. يس يس يس. فهمت علي اخيرا. مشروم مطلوب. فيري جود. نو بورك. بورك نو. فيها بس ولا لحمه؟ اكلهم ممتاز يعني، بس تنقي شو بدك بشو لك اياه وبتقعد تاكل. يعني هذا مشروم. اقسم
اقسم بالله زاكي. هاي نزل هذا المشروم المفضل عندي، جربه بالله، خلينا نشوف ردة فعل محمد اول مره بجربه. المشروم عن جد طيب كثير، ومع الصوص عن جد هذا المشروم كثير زاكي. وانا بتمشى بالليل بلاقي في وجهي سوق شعبي ليلي، فيه اكل، فيه شغلات تنباع، تحف، كل شيء موجود. هاي الشغلات الشوي كلها موجوده اللي اكلنا زيها، بس بدي افهم شو هاد. كانه هذا حمام، بس يا اخي فيش قطع على رقبته. والله اعلم ماية انتحار. شوفوا شو هذا، هاد دجاج ولا حمام ولا شو هو، والله ما انا فاهم. هذا الاشي كمان شو، ليش الحمام لونه اسود؟ شو هذا؟ وهذا شو؟ غريب الاشياء اللي ببيعوها، غريبة. وين ما تروح هون بتشوف ببيعوا هذا الاشي. اتوقع هذا كستنة. كستنة والله. شوفوا هذا الفطر مشروم، اتوقع انه نوع من انواع الفطريات، على الاغلب بتاكل. هاي الشغلات اللي كانوا يستخدموها في سوق السحر الاسود في بنين. شوفوا هذا بيض الفري، بيعملوه مشوي هون، ببيعوه مع المشاوي. نايس تو ميت يو. نعم. تحكي عربي؟ عربي؟ شنو هذا يا زلمة؟ هلو. هلو. ثانك يو. بخبصوا كل شيء فوق بعضه وببيعوه. أغرب أكلة بشوفها في حياتي. فيتناميز؟ نايس تو ميت يو. أوكي. ذا بيست فيتناميز إن ذا وورلد. صحيح الأكلات أغلبها بتتكلش، بس الأجواء صراحة في السوق لطيفة، ممكن تيجي هيك تتسلم على الناس. طالع هلأ باتجاه مكان خصوصي عشان أحكي لكم شوي عن الاستعمار الفرنسي. هلو فرنش، I can go motor inside. Yeah, you go motor inside. Okay. Thank you. Yeah. Nice to meet you. You, what's your name? Qasem. Qasem. What is your name? My name's Tamay. Only one you? Only me. Girlfriend, no, come here. No girlfriend. I'm looking for girlfriend. You have for me? أنا مرات بعرف حالي أردن، مرات فلسطين، بقول إلا ما يعرف واحدة منهم. الجماعة هون في فيتنام لا بيعرفوا الأردن ولا بيعرفوا فلسطين. منيح إذا عرفوا في جنبهم كمبوديا ولا عاصمة فيتنام هانوي. You know Hanoi? No. شايفة بتعرفهاش. I stand Hanoi. My come one time Hanoi. جبتكم هون خصوصي عشان نحكي شوي عن تاريخ فيتنام مع الاستعمار الفرنسي، لأنه هالكنيسة اللي أنا فيها، الكنيسة المهجورة، لقيتها على جوجل مابس اسمها Old French Church. مش عم بلاقي أي معلومة عن تاريخها أونلاين، لكن يعتقد إنها عملوها أول ما بدأ الاستعمار الفرنسي تقريبا سنة 1857. القرار إجا من نابليون إنه يضيفوا دولة فيتنام كوحدة من مستعمراتهم في شرق آسيا، وعملوا دولة أو مستعمرة إندوتشاينا. مستعمرة إندوتشاينا كانت بتضم فيتنام بالكامل مع أجزاء من كمبوديا وأجزاء من دولة لاوس. والسبب الأساسي حسب حكيهم طبعا ليش استعمروا فيتنام كان التبشير. وعشان هيك منيجي هون بنشوف كنيسة قديمة جدا، أول ما إجوا عملوا كنايس على أساس تبشير، لكن أكيد طبعا ما كان الهدف التبشير، كان الهدف خلص الفكر الاستعماري. العجيب انه اليوم في عنا هاي الكنيسة القديمة جدا، شوفوا من جوا. يا الهي. هاي الكنيسة القديمة جدا المبنية من حجر مش عارف من وين جايبينه، مش عم بلاقي اي معلومة عنها اونلاين. الفيتناميين تاركينها بحالها، زابلينها، ما بعرف السبب، لكن يمكن لانه ما بدهم يفتخروا بتاريخ الاستعمار. الفرنسيين خلفوا كتير أشياء تدلك إنه هاي البلد كانت مستعمرة فرنسية، لكن الأثار تركوها يأكلها الزمن. شوفوا جذور هاي الشجرة اللي طالعة في نص الكنيسة. يا الله، شكل الجذر تبع الشجرة وهو نازل على الكنيسة، ما بعرف هديك الشجرة كيف نمت في رأس الكنيسة تقريبا، مش عارف من وين إجت. الجذر تبعها شكله عجيب،
في كنيسة تانية في مدينة سابا مهتمين فيها نوعا ما، أتوقع لأنها جاي في قلب المدينة، بينما هذا الدير الكنيسة جاي شوي على أطراف المدينة فتاركينه بحال سبيله. والله وعملتها. Oh my god, very very beautiful. المكان قد ما هو مهجور ومخيف لكن إله رهبة وفاضي، ما في أي سائح بيجي. والاستعمار الفرنسي انتهت هيبته تقريبا لما اجت الحرب العالمية الثانية، فاليابان اجت واخذت مكان فرنسا، احتلوا فيتنام لمدة تقريبا نسيت صراحة الرقم، اتوقع 10 سنين. وبالنهاية اللي صار انه كان في عنا هوتشي من، اهم شخصية فيتنامية عمل عصابات مسلحة اسمها فيتمن. هاي العصابات كانت السبب في التخلص من الاحتلال الياباني، وبعد ما خلص هذا الاحتلال صار في عنا تقسيم فيتنام لشمال وجنوب، شمال اشتراكي وجنوب رأسمالي بحب أمريكا. طبعا ما بحكي عن الشعب، قاعد بحكي عن الحكومات. طب خليني بدي أكملكم القصة بس نرجع على المدينة، لأنه بكفي وقت صراحة لي كتير وقت هون، بس المكان عن جد حلو. تخيلوا في نهاية القرن 19 بداية 20 هذا المكان كان مليان بنساك فرنسيين جايين من فرنسا مستعمرين قاعدين هون بيصلوا. أتوقع هو كان هذا دير مش كنيسة، فكانوا هون عايشين ما بين مجتمع مع انه في شرق اسيا ولكن بتحسه فرنسي، لانه هذا الاستعمار اللي بيعمله بيروح على بلاد بمحي ثقافتها وبحط ثقافته الخاصه. يعطيكم العافيه، نرجع الى سابا. So she put the bag on the head. Yeah, one kilogram. One kilogram. One kilogram. Yeah. Too heavy. Too heavy. Me no long, me put in home. تقول لي هاي الطاقيه تبعتهم بتكون كثير ثقيله فمش كلهم لابسينها. فالحج لابساها والشاب مش لابساها. راح اشتري منهم هدول الجماعة سوفونيرز لاصحابي، لانه صراحة مستحي اطلع بدون ما اشتري. وانا سايق بالموتور بلاقي في وجهي سوق شعبي، فنزلت اشوف شو ببيعوا في اسواقهم. في عنا هون لحوم مقددة، طبعا اشهر اكلة هون هي النودلز اسمه فا. شوفوا كيف ببيعوه للناس اللي بدهم يعملوه في البيت زي هيك، هذا بنعمل من الرز. مين مزعلك؟ اوه شوفوا هاي شكلها زاكية زي اللي بنشوفهم في الانمي. فجأة هلا بصير بحكي ياباني. تشو هينا هوب. هلو هاو ار يو؟ جو تو ماي هوم. يو جو تو يور هوم؟ يس. اي جو تو هاجيانغ. عندهم شغلات غريبة عجيبة، ما بعرف ولا اشي من مكونات هاي الشغلات. تعرفوا القمح اللي كنا نعمله كتجربة في حصة العلوم ولا الأحياء وإحنا صغار، هذا اللي بنحطه على القطن ونسقيه في مي هون، هذا واحد من أهم أكلاتهم. هذا هو وبحطوه مع أغلب أنواع الشوربة اللي باكلوها. هذا هون سوق اللحوم. شوفوا هون باكلوا الدود، والدود الصغير هذا أتوقع اللي هو السردين. لمرن أهلا، كيف حالك؟ شو أخباركم؟ تمام أخباركم إيه؟ شرفنا. من وين؟ أردن فلسطين. من مصر. شرفنا. شو هالصدفة؟ احنا متابعينك على طول حبيبي. ما شرفنا. أول ما طلعوا اليابانيين وانتهى الاستعمار الموجود هون عملوا اتفاقية جنيف سنة 1954 عشان يقسموا فيتنام شمال وجنوب، على أساس بالنهاية يصير انتخابات عشان يتحد الشمال والجنوب لكن تحت حكومة واحدة. لكن جنوب فيتنام اللي هم مع أمريكا الرأسمالية ما خلوا هاي الانتخابات تصير، لأنه كانوا خايفين إنه الاشتراكيين ينجحوا في الانتخابات وياخذوا الحكم. فالانتخابات اللي كانوا متفقين عليها ما صارتش. اللي صار كان حرب فيتنام، الاحتلال الأمريكي اللي حنحكي عنه في الفيديوهات الجاي. طب خليني أروح على الماتور تبعي بعد اللفة الطويلة تبعتنا. هذا الماتور
تارك عليه شنطة إلي تقريباً ساعة ما حدا لمسها. شايفين الأمن والأمان. وهاي محطة القطار. أنا مش عارف إذا هي عن جد محطة قطار، لأنه أنا قرأت عليها إنها محطة بس مش فاهم هو اسم فندق ولا فعلاً محطة. أوكي طلعت غلطان، هاي مش محطة قطار، هاي محطة التلفريك اللي بيطلع على قمة فانس بان، أعلى قمة في إندو تشاينا. إحنا فكرنا الطريق لقمة فانس بان بيبدأ من مكان بعيد ساعة تقريباً، فروحنا عليه وبالآخر نضحك علينا، طلعت من نص مدينة سابا. بدي ألحق، عندي باص هلأ يا جماعة، خلينا ما نتأخر. بعد ما قابلت الشباب الطيبة قبل شوي في وسط المدينة أقنعوني أروح على فانس بان، فعملنا أنا ومحمد هلأ نقاشات عميقة انتهت بأنه لغينا الباص اللي كنا حنطلع فيه وحنطلع على القمة. How much is one ticket? Very beautiful. Very beautiful. Yeah. Yeah. Vietnamese. شوفوا لبس أحفاد التنين. وصلنا على لندن. التيكت للدخول هون تقريبا 33 دولار. بتطلعك هاي التذكرة على أعلى قمة في إندو تشاينا. كثير أماكن هون ببيعوا هذا الإشي. حكت اسمه أونيون ياب. مش عارف شو هو، بيجي في ساق بامبو. أتوقع بيحشو رز مبهر جوا وبس تشويها بيطلع عنا هذا الإشي. ستيكي رايس. أوكي رز ملبط، بيجي جواها رز ملبط. احكي لي عن مشاعرك هلأ. أي مشاعر من هنا؟ تجاه مين؟ تجاه فيتنام. والله قوية جدا المشاعر، جياشة في هذه اللحظات. توقعت فيتنام بهال الكمية من التنوع كل شيء. السلام عليكم. هدوء. الطريق تقريبا 25 دقيقة عشان نوصل لفوق، والسلة بتطلع على أقل من مهلها، فبتقدر تستمتع في المناظر على الطريق عن جد حلو، بس إذا عندك خوف مرتفعات ما بنصحك. هاي السلة ماخدة 2 من أرقام جينيس، الأول إنه أطول سلة تلفريك في كل العالم، وتاني شغلة إنه أعلى ارتفاع بتطلعه سلة، لأنه هلأ فرق الارتفاع ما بين تحت وفوق تقريباً 1500 متر، وهذا هو أعلى رقم في جينيس. الناس كلهم متفاجئين من المكان رايحين عليه. واو. Going higher than I thought it would. Oh my god. Can I film your reaction? Oh my god. I say 3, 2, 1 all together reaction. 3, 2, 1 Oh my god. Wow. مش تمثيل بالمرة بس عن جد واو. اسمع هسه جيت تكويس بسرعة. واو. ما تخيلتش هذا المنظر بس قررنا نطلع هاي الطلعة. منيح انه كنسلنا الباص واجينا. وشوفوا هون حاطين لأي حدا بصير عنده موشن سيكنس حاطين هاي الشغلات عشان يستخدمها. هلو ثانك يو. تحت كانوا لابسين ملابس طبيعية، هون شوفوا شو لابس، شو لابسة، لبس القطب الجنوبي. الجزء الأخير من الصعود للجبل حنطلعه مشي. نطلع فوق عند بوذا. في إشارة بيعملوها كل تماثيل البوذا الموجودة في هاي المعابد اللي هي هيك، مش عارف كل ما أشوفها بتخيل إنه أمي عم تناديني وبتحكي لي والله لكسر راسك. جاهز تطلع فوق؟ Where are you from? Singapore. Singapore. How about you? Nice. I'm from Palestine. First time I hear from Palestine. Really? I meet a lot of French, German people. But Palestine, no. First time. So unique. Thank you. Even the socks are special. It's nice. Yes. Very Thank you. Cool. Yeah. فكرت حالي وصلت، طلع لسه فيه كمان طلعة. Very good. Very good. الحجات طالعين حافيين. يلا وصلت، يعطيك العافية.
ترفع راسنا كفو، رافع راس الصين ولا سنغافورة ولا كو... والله مش عارف. فاست بدنا طاقة. أبو شقرة الحجة مش عاجبني أدائها، شد لي إياها. وصلنا الكمة معلم فيكم عالدور عمي دول مش يطلعوا ذول ضايل لي غير خطوتين توصلي. حلو حجة عجبني أدائك تفضلوا هافوي لا بمزح. وصلنا يا إخوان، ما بصير علم فيتنام يكون منكس. تعيش جمهورية فيتنام الاشتراكية. وصلنا ارتفاع 3143 متر، أعلى قمة في شبه قارة إندوتشاينا. You want to borrow? Yes. من عيوني $5. $5. Vietnamese. You are Vietnamese? Yes. Nice man. Viva Vietnamese. Okay. قررنا ننزل بالفونيكيولر اللي بتنزل لهداك المكان اللي بناخد منه الكيبل كار لتحت، بس عشان نشوف المنظر من جوا، لأنه صراحة كتير بتشبه الفونيكيولرز اللي بتكون في سويسرا. صراحة كنت متوقع يكون أقوى من هيك، مش مستاهل $5. بس بشكل عام المكان كله مستاهل صراحة، ما كنت متخيل هيك. فالصبح لما قابلت يا جماعة نسيت اسمهم، هم اللي نصحوني آجي، لولا نصحوني كان إحنا اليوم ما شفنا هذا المكان. Hello my friend. Xin chào. Xin chào. Hello. Hello. Tio Bao. Dịch. Con dịch. Bao nhiêu? ضحك الجمهور نجحت النكتة. Tio Vietnam. Yes. Okay. بقول له بحب فيتنام بقول لي اوكي. طب قول لي شكرا شادن. Very beautiful. Yeah. Vietnamese girl. Very beautiful. Yeah man. Vietnam. ضحك الجمهور كمان مرة. I come to Vietnam to find a wife. Yeah, you know the beautiful in Vietnam. There are many, many meanings. Have you to understand more? Yeah. The manra. Manra? ليش حاس حالي بسب؟ Dep you yoy. Dep you yoy. ضحك الجمهور كمان مرة. What did I say? Many beautiful girls. They nothing, no words to express. They are beautiful. Get married? Are you single? I'm single. There are many. Ready to mingle? Yes. The name? Maybe. She's single? Yes. Yes. Will you marry me? Good man. And then, do you have marriage standard? Of course, I have marriage standard. Short, long. Ah, me medium. Medium. The same me. I don't stand up. Stand up. Yeah. Very good. Height good. Yeah, height good. Okay. And the beauty. The same me. Beauty. Yes. Yes, you are beautiful. But a little younger. I don't want to fly plane. So in Vietnam, if a girl marry an older boy, so yes. We call it pilot, fly a plane. Fly. Yeah. The guy is pilot or yeah, the guy's pilot. Lie my bike. I'm no pilot. قلت لها بدي اجي ازورك، اعطيني رقمك، اعطتني رقم رنيت عليه، yeah. رد عليه حدا ثاني. This is not your number. This is not your number. Are you okay. Come on, what why? Is it? Hey. Why different? Why? Write your number. اعطتني كلمة ازورها، يعني بدي ازورها حتى لو مش عاجبها. كيف والله الصبايا بالتلفريك؟ والله تحشيش، زي وكأنك لما يضحكوا مع بعض وكأنك حطيت شكل بالماكينة. بالله ما انت حاس حالك في لندن. الله شو جاب استمع مخي. اوف. سين تشاو. هلو. سين تشاو. يا اخي ليش لما اسلم على الناس بردوش؟ شكله مش منتشرة عندهم افشوا السلامة بينكم. سين تشاو. سين تشاو. هاي هذا السلام تبعي. بتحاول تحكيها بلطافية. سين تشاو. جحرتني عشان سلمت عليها. يا مشحرة.
سين تشاو. موسيقية مبدعة، حركتي في المشاعر، بعطيكي ثلاث نعم. رهيبين الناس هون كيف بنقلوا كل إشي على الماتورات. يا زلمة كبيرة، it's too big. Okay. Too heavy. أساعدك؟ Come on. Toy Ayo Vietnam. هو الجاج عندهم ليش هيك بلف سريع؟ عشو مستعجل؟ يا أخي هذا البط رقبته مكتملة المعالم، مش فاهم كيف مات، على الأغلب مات قهر على حال الأمة. ليموزين؟ ليموزين. كوانتو ين؟ آه لك جري. هيك انتهت رحلتنا في سابا. هذا الباص مختلف عن هذاك الباص، إنه بدل جهتين في عنا ثلاث جهات. في عنا تخت، تختين، ثلاث. هذا الباص أعجب من الباص الثاني اللي طلعنا فيه. وأطفال مزعجين. سينجاو. واو، أول مرة هاي في حياتي أطلع في باص زي هيك. ما شفت زي هذا الباص. لا الباص قوي، طلع لدرجة إنه هنا تقدر ترفع الكرسي كمان على كهرباء. آخ هذا الباص سحر. هدول الجماعة هكروا كيف تستغل كل إنش في الباص. كيف إجتهم الفكرة يعملوا تخت هون، تخت بالنص، وتخت هون. والحلو سحبة تقدر تعملها غرفة يعني. بدي أجرب أسكر الغرفة على حالي. واو، التخت تبعي بالباص صار غرفة. طلعت 12 دولار لرحلة تقريبا 7 ساعات. ناقص يحطوا حمام وشاور وبيختموا خلص. والله مش عارف نعملها ولا لا. حين اليوم على اساس جايين على مكان الطقس حلو. بدنا نستأجر ماتور ونسوقه للثلاث ايام الجاي. Can children come and drive this road? Children, they can come do the Hajiang loop. Children. 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 What children? This children. This children. He can do, yes? Yeah, he can do it, but slowly. Okay. كل اللي طالعين معنا طلعوا ماخذين واحد يسوق فيهم. مسمينها ايزي درايفر. فابو شقر هلا شافهم قعد يبرر لي، بيقول لي اسمع يمكن احسن للتصوير اني اخذ واحد يسوق. مش داعي تبرر والله. ما ححكي للناس انك اخذت، ما ححكي للناس. بلشنا الطريق من نص ساعة ولسه مطر. يا جماعة هذا الطريق هاجيانغ بالعادة الناس بيعملوه في 3 أيام أو 4 أيام. I want check international license. Yeah. Yeah. I already give you. هذا أول ستوب بوقفونا عليه على أساس إنه هو قمة الجبل. وهذا الفيو. لساتنا في بداية اليوم الأول. كل ما أحس الطريق وصل ذروته في الحلاوة بيحلى أكتر صراحة. مبهر. وقفنا على نقطة عشان نشوف منظر المدن اللي تحت. فظيع. في عنا هون قطيع للبقر الفيتنامي مع السيد الراعي الفيتنامي. ايه
اخذنا بريك سريع على الطريق، بدي انزل هون اشوف شو عم بيعملوا، كأنه في زي بيوت محليه عندهم بكره عرس لاخوهم وقاعدين بيجهزوا بالنودل هون بطبخوا فيه وبنشفوه مشان يقطعوه بعدين. متاكد هذا نودل؟ اه بيعملوا انه فو. اسمع هذا بحكي انجليزي منيح النودلز تبعتهم بيعملوها من هذا الاشي، ما بعرف ليش عاملين عجينه مدوره زي الكريب بيعملوه. This dry flour. Yeah. Yeah, dry flour. And Joy can read this for the hot water about 20 minutes. And then send like this one. And then they cut it. Yeah, nice. With a knife. Yeah, yeah. And for food. Okay. شوفوا هون بيعملوها زي البانكيك، بعد ما يخلصوها هاي تنعمل بنشفوها بتصير دائرة زي هيك، بس تنشف بقطعوها بالسكين بتصير نودل. أول مرة بشوف هذا الإشي. مهزي أنا واعم خسري كل هني. سين تشاو. يا سلام المنظر اللي هلا طلع قدامي، شوفوا المنظر. الله دخلنا الغيمة يا جماعة. كل مكان بنروح هون بنلاقي جايبين قصب هذا البامبو. ايش بده انا ادخن؟ ما بفشلك يا زلمة. Very good. المشكلة انا بدخنش خلاني ادخن. هذا توباكو بيدخنوه في كل مكان من قصب البامبو، بس مش عارف هدول محششين من اشي تاني. انا متأكد هو الشعب طبيعي محشش، بيجي انكلودد هذا بالشعب الفيتنامي. اه والله. ايش؟ شعب محشش عن جد. So what is this? Tobacco. It's tobacco? Yeah. But... It's Vietnamese tobacco. It's from inner Vietnam. Ah, really? And it's burned. We had a water inside. Water. Charred, big smoke. Ah, في جوا water? هاي أرجيلة. هاي المكتة تبعتهم. هاي المكتة. روح روح روح. اعطيها يا شيخ. اوه فيري سترونج. شوفوا انا لا بأرجل ولا بدخن وانا ضد التدخين، بس يعني تجربه. يلا شو مي يور باور، شو مي يور باور. اوه يو نيد ووتر 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 ووتر. قوية هاي. This tobacco, you need to be careful. Very good. هلا استوعبت إن الدخان بفطر، كنت ناسي بس بالغلط فمش محسوبة. من إطلالة لإطلالة هلا وصلنا إطلالة جديدة. فعلا كل مكان حلو. الحلو بالطريق بتضلك كل شوي تمر على قرى شعبية، تشوف حياة الناس، تشوف الأطفال يعملوا لك باي، تنزل تضحك معهم. كنت أفكر اللي بيلبسوا هيك هدول جيش، طلع هاي طاقية عادية عندهم. وصلنا المكان اللي حنقضي فيه أول ليلة إلنا في هاجيانغ لوب. هذا هو جاي على حقول زراعة الأرز. بشوفكم بالفيديوهات الجاي. كثر الله أسفاركم عشان نسمع ونكتشف قصص جديدة من تاريخ وطبيعة دولة فيتنام. سلام.